ازاي؟ بمناسبه عجله الانتاج برضو، ما هو انت عندك واحد من اساطير كره القدم في مصر كابتن خطيب، بعيدا عن ان هو رئيس النادي ومشرف على الكره وكذا، ولكن اساطير كره القدم، وبالتالي عندك على الناحيه الثانيه لما تيجي بتقول مثلا كابتن خطيب اسطوره في كره القدم، ما تيجي تقول مثلا ياسين بيه منصور، ما هو ياسين بيه منصور اسطوره في الاقتصاد. اه طبعا، يعني في اقتصاد والاقتصاد العام ما شاء الله، ودي فلوس يعني بتاعتهم، ما هياش يعني مش شغال ولا حاجه. وبالتالي انت عندك اسطوره في الأهم كره القدم، واسطوره في الاقتصاد. صحيح. اللي يستطيع أدار رياضه بقى كمان، استطاع ان يدير او حيدير سياسه الكوره من خلال طبعا مجلس اداره النادي الاهلي مع شركه الكوره، يوصلونا الحاجه احنا الجمهور الاهلي عايزها، حاجه عالميه بقى. هو ده، ما هو معلش يعني مين، هات لي فرقه في العالم بتجمع طول الوقت في كل المباريات بين الاداء الجميل وتحقيق الاهداف. لا في كل مباريات ليفربول، لا يعني ليفربول برضو كتله من المباريات، لكن ايوه احيانا يتعصب بتعدي عليه ومش ماتش واحد.